السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله هنشارك معكم الحنشه البلديه بالطريقه البلديه المعهوده عند الناس كامله. الحنشه الكبيره رغم انها ماشي الحجم الكبير، الحجم مويل، ولكن هي تسمى الحنشه البلديه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنال اعجابكم، ودائما بقوا معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. وتنشكركم بزاف على حسن المتابعه، شكرا لكم كاملين. وقبل ما نبدا الفيديو دائما فضلا منكم وليس امرا ما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم كاملين وتحياتي. ندوزو المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمحنشه كذكرت لكم عندي هنايا كيلو ديال اللوز، بالطبع انه مسلوق ومنقي بالطريقه اللي فايسه شرحتها. باش تنقي اللوز تنطحنو ب 400 غرام ديال السكر سنيده، بحكم ان المحنشه تنسقيوها بالعسل. تنديروا فيها المسكه الحره، واحد شويه المسكه الحره، هذه راهي دايره فيها واحد شويه ديال السكر كلاصه باش يراها كثيره. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز، عندي هنا واحد 50 غرام ديال الزبده اللي ندخلها في قلب من العقده، ولكن راه مازال ندير الزبده اللي كنت ندهن بها الورقه. عندي واحد شويه ديال الزهر على حسب القياس اللي نشوف اللوز واش ناشف شحال تيخصني ندخل ليه، ما يمكنليش نذكر لكم شحال. عندي بيضه كامله، دائما انا العقده ديال اللوز ندير فيها بيضه باش تعلكها. انا الطريقه ديالي ديال اللوز ندير دائما بيضه كيف درت الدرس ديال كبغزل. كالعاده تندير المسكه الحره، تنزيد معلقه ديال الكليكوز، الدور ديالو انه تيعلك. تنزيد ديك البيضه، تندير الزبده ونخلط العناصر كلها مزيان. عادي يمكن لي نضيف الزهر باش ما يكلوش يجرالي. ندير واحد شويه ديال الزهر، راه الزهر بلدي مجهد، خلي الزهر حتى للتالي باش ما تجراليش، بحكم ان المحنشه تتبغي يعني ليدان، ما يمكنليش نجريها ما زهر. حربلت اللوز هكا قطيبات كي تشوفوهم رقيقين من الجيم، حنا ان شاء الله رقيقه باش ما نتعذبش، يعني حربلت كلشي وحطيته حدايا. بالنسبه للورقه ها هي عندي، غادي انا عندي دائما تنستعمل ورقه البخار، غادي نقسمها على جوج وتنحاول ما امكن نحيد لها الجنيبات ديالها باش ما يبقاوش مشنقبين. تندهن الرخامة بالزبدة، تندير غير الزبدة بوحدها، ندير شوية البيض هنايا. نفس العملية حتى نكمل هاد السطر كامل.
دابا راني كملتها، دهنتها بالزبده، غندخلها للفران. طيب بحال الطياب ديال كبغزال، كنطيبو كبغزال يعني تذهب مزيان وما تديش وقت طويل بحكم ان راه غير ورقه رقيقه وصافي، واللوز خلاص راه دغيا تيطيب. بقاو معايا على ما طيب. كي تشوفوا من بعد ما كملتها زوقتها باللوز ايفيلي اللي انا حمرته، واحد شويه ديال البريوات خديتهم من العقده ديال اللوز، خديتها بريوات صغيورين درتهم باش نزوق بها المحنشه، ودرت لها واحد شويه ديال الورد كيك باش تفتحها وصافي. ونتمنى ان شاء الله بعدا وقبل انني سقيتها بالعسل وهي سخونه، والعسل تنسقيوها يعني بزايد وهي سخونه، نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنال اعجابكم. وتحياتي للجميع، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.